الخامس من أيار مايو 2020، أهلا بكم إلى المشهدية الرمضانية وفي مشاهدها لليلة. الرئيس الأسد يحذر من مرحلة ما بعد كورونا، وإسرائيل تستمر بالاعتداء على سوريا، أما أردوغان فيهدد بتصعيد عسكري في الشمال السوري. كيف تواجه الحكومة السورية التحديات الداخلية والخارجية؟ فاتت المكدوس على طريقة زميلتنا ديما نصيف التي ستكون ضيفة مطبخ الميادين الليلة. ما هي الوصفة السحرية لأشهى فتة رمضانية؟ نعرف في المشهدية. الأعمال الفنية في أراضي 48، كيف يصمد فنانو الداخل في وجه التطبيع والضغوط الإسرائيلية عليهم؟ مسلسل فوضى على نتفليكس نموذجاً. هل سندباد كويتي حملة في العراق ضد أغنية تنسب أصول سندباد للكويت واستهداف للفنان الكويتي نبيل الشعير؟ تحديات متزايدة اليوم كما الأمس، تبدو سوريا تحت ضغوط داخلية وخارجية. جائحة كورونا زادت من التعقيدات على الوضع الاقتصادي المقيد أساسا بعقوبات أمريكية جائرة. الرئيس بشار الأسد عرض واقع كورونا في البلاد وتأثيراته على الواقع السوري. الأعداد القليلة لا تعني أبدا بأننا خرجنا من دائرة الخطر، وتواضع الأرقام لا يعني أبدا بأن هذه الأرقام المحدودة لا تنفجر فجأة خلال أيام وربما أسابيع قليلة لنرى أن أنفسنا أمام كارثة حقيقية تتجاوز الإمكانيات الصحية واللوجستية في سوريا. إنما إسرائيل تقتنص كل فرصة لخلط الأوراق السورية. اعتداءات متكررة آخرها في السفيرة تصدت لها الدفاعات الجوية السورية، إضافة إلى العمل على وتر العلاقة الروسية السورية والتسويق لخلافات بين الطرفين، ولاسيما بعد هجوم مسلحين على مركز للشرطة أودى بحياة 9 شرطيين سوريين في ريف درعا حيث رعت موسكو المصالحة. أما في الشمال فيعود أردوغان إلى تهديده بتصعيد عسكري جديد بالتزامن مع استمرار جبهة النصرة في رفض مرور الدوريات الروسية على طريق حلب اللاذقية. أمام تلك المشهدية نحن ليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، كيف نقرأ تصريح الرئيس الأسد؟ ثانيا، ما هو الهدف الذي تعمل عليه إسرائيل راهنا؟ ثالثا والأهم، كيف تواجه الدولة السورية هذه التحديات؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق دكتور بسام أبو عبد الله. مساء الخير وأهلا بك دكتور أبو عبد الله. مساء النور أخت لانا، ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. سنبدأ مع تصريح الرئيس الأسد عن مرحلة كورونا وما بعد كورونا. هل سوريا تعتبر الآن في دائرة الخطر، خطر صحي وخطر اقتصادي دكتور؟ هلا طبعا ما من شك أخت لانا، لا يمكن طبعا إنكار الواقع الذي يحيط بسوريا سواء من الجانب الاقتصادي وهو الأكثر أهمية، إضافة إلى التهديدات الأمنية والعسكرية وخطر الإرهاب الذي لم يتوقف. وبالطبع طبعا سوريا ما تزال في دائرة الخطر منذ أكثر من 10 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن أساليب جديدة طورت من قبل دول محور العدوان على سوريا. في الجانب الصحي أعتقد أننا ككل دول العالم، كما أشار الرئيس الأسد بأنه عدد الإصابات القليل لا يعني بأن نسترخي كعادتنا نحن يعني في الشرق، إنما أن تبقى الإجراءات الصحية مستمرة يعني حتى تبيان المرحلة القادمة، والقضية لا تمس سوريا حقيقة الأمر، تمس كل دول العالم. التحديات الآن الجديدة هي تكمن في أنه إضافة للحصار الاقتصادي الذي أشرت إليه وبدء تطبيق قانون سيزر في بداية حزيران كما تقول الإدارة الأمريكية، فهذا يعني أن التحديات ستزداد، ولهذا تأتي أهمية لقاء الرئيس بشار الأسد مع الفريق الحكومي السوري والذي تحدث فيه بوضوح وصراحة عن المرحلة الحالية والمرحلة القادمة كيف سنواجهها أمام هذه التحديات. وأنا أستطيع أن أقول بأن التحدي الاقتصادي هو التحدي الأكثر الآن إثارة للشارع السوري والأكثر اهتماما في الشارع
السوي، خاصة مع تزايد نسب الفقر والضغط الاقتصادي، ودعيني أقول أحيانا سوء الأداء في بعض المفاصل الحكومية وسوء إدارة بعض الملفات الاقتصادية. هذا الأمر انعكس بل زاد الضغط على المواطن السوري الذي في الأساس بعد 9 سنوات حرب بالتأكيد أصيب بإنهاك وبتعب كبير، ولكن الحلول هل هي غير موجودة؟ بالطبع موجودة وقائمة، ولكن أهم ما في هذه الحلول، وأنا أستقي هنا من كلام الرئيس الأسد، أننا يجب أن نغير منهج تفكيرنا في التعاطي مع القضايا. ما يزال أداء للأسف في بعض المفاصل كلاسيكيا يعود إلى زمن مضى وانتهى، ونحن بحاجة إلى الحقيقة إلى التفكير خارج الصندوق وإلى ديناميات أسرع في التعاطي مع الشأن الاقتصادي وإلى مسؤوليات أعلى في كيفية مواجهة التحديات. وأنا أعتقد أن هناك عقول سورية كثيرة وإمكانيات كبيرة بالرغم من الحصار، ولكن سوريا ليست بلدا فقيرا، هناك إمكانيات لابد من تفعيلها، وهناك طاقات لدى الناس، وهناك طاقات مجتمعية واقتصادية لابد من تفعيلها وتأمين البيئة المناسبة التي تجعل السوريين يستطيعون أن يواجهوا هذه التحديات الاقتصادية. نعم، ما نزال بس دكتور في بموضوع الفساد، في يعني نعلم ما الذي يحدث الآن على الساحة السورية، والكلام عن أن ليس هناك من مكافحة جدية للفساد، في يعني بعض رجال الأعمال يضغطون، في تسويق لخلافات أيضا معينة مع روسيا بين الرئيس الأسد وروسيا، في تبني إسرائيلي لهذه السيناريوهات أيضا، وكله يقال أن جذوره رجال أعمال، جذوره مصالح اقتصادية، جذوره تضارب في هذه المصالح، شعور فئة معينة بأن مصالحها أيضا قد بدأت تنضب على الأرض السورية. هل الآن سوريا فعلا أمام واقع جديد؟ الفساد، الحرب على الفساد ستكون أقصى من الحرب على الإرهاب، وبالتالي أقصى حتى على الرئيس الأسد. بالطبع أنا أتفق معك أن هذه الحرب هي أقصى وأصعب، لأننا نتحدث عن شبكات فساد داخلية خارجية. ويجب أن أذكر مثلا الحالة السورية اللبنانية، يعني كانت مشهورة على الأقل شبكات الفساد التي كانت ممتدة ما بين سوريا ولبنان في مرحلة الوجود السوري في لبنان. هذا نموذج، الآن نتحدث عن نموذج آخر حقيقة، هي معركة قاسية. لكن أنا ما أريد أن أقوله هنا ما أشرت إليه، بأنه مركز الحملة الإعلامية التي نتحدث عنها والتي هي بالتأكيد أحيانا كلمة حق يراد بها باطل هو تل أبيب. وإذا تابعنا سلسلة الحملة الإعلامية سنجد أن هناك شيء مدفوع الأجر، ولكن دائما أقول ونتحدث دائما بأن نقاط الضعف الداخلية بالطبع خصومنا أعدائنا يبحثون عن أي خلل لدينا من أجل استثماره واستغلاله، بدليل أن قضية الفساد هذه هي حديث كل وسائل الإعلام في العالم دون أن نتحدث. يعني حتى الصحف الروسية التي تتحدث في روسيا، هناك فساد أيضا في روسيا وفي كل دول العالم، لكن نحن باعتبارنا بلد مستهدف يجب أن نعمل على إغلاق نقاط الضعف الداخلية التي منها الفساد، وهي أمور لم تعد سورية، المواطن السوري العادي يعرف ذلك ويتابع ذلك، وأصبحنا أمام وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك هذا يطرح جدية التعاطي هذا من جانب. والجانب الآخر أن الفاسد كما قلت دائما يلتقي ويمكن شراؤه، من يبيع وطنه إقلانه، من يبيع مصالح شعبه في لحظة ما من أجل المال يمكن أن يشتريه أي أحد آخر، هنا خطورة الفاسدين فيما يتعلق بهذا الشأن. ولذلك نحن نجد أن تل أبيب، وليس اتهاما دائما كعادتنا أن نلقي التهم على الإسرائيلي، ولكن من يتابع وسائل الإعلام وكيف تنتقل هذه الرواية من بلد إلى آخر، بما في ذلك في موسكو هناك أطراف، القضية ليست قضية اقتصادية بحتة وقضية فساد، هذا جزء من المشهد. القضية ترتبط بأن المطلوب من الرئيس بشار الأسد الآن، وهو الذي يقود هذه الحملة الواسعة، المطلوب منه تنازلات سياسية معينة لا أعتقد أن أحدا في سوريا يمكن أن يقبل بها في المرحلة القادمة. إضافة إلى أن ما يقدمه البعض من شخصيات في ما يسمى ضمن قوسين طبعا معارضة سياسية هي أحد يعني يفوح الفساد منها، فمن تقدمون وعلى من تتحدثون؟ لذلك أنا أرى أننا في مرحلة عام 2020 هي مرحلة حساسة جدا، هو عام صعب
شرس ليس فقط على سوريا، كما ترين حزب الله يواجه تحديات أيضا كبيرة، الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه تحديات، هذا المحور يواجه تحديات، لكن أيضا مطلوب من هذا المحور أن يتعاطى مع القضايا الاقتصادية الاجتماعية بطريقة مختلفة. لا نستطيع أن نضع كل شيء على خصومنا وأعدائنا، لكن ما هو مطلوب منا يجب أن نقوم به. سنسترجع معك قليلا ما هي أبرز العقوبات على سوريا، فقط طبعا العقوبات لا تستهدف القطاع الصحي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، هناك أيضا عقوبات على قطاعات سورية حيوية أخرى، وبالتالي أيضا يعني ظروف الحرب أثرت على الصناعة على الزراعة على كثير من القطاعات السورية الهامة. نشاهد ما هي أبرز تلك العقوبات الأمريكية والأوروبية. دكتور أبو عبد الله، نتحدث عن التدخلات الإسرائيلية. بالأمس كان في اعتداء، الاعتداءات تبدو متكررة، يعني كل أسبوع أسبوعين في اعتداء على سوريا من قبل إسرائيل. أيضا أردوغان يهدد في الشمال، الاعتداء بالأمس كان أيضا في الشمال. في تناغم تركي إسرائيلي في هذه الأيام للضغط أكثر ربما على الحكومة السورية. كيف تفهم هذا التصريح من أردوغان وهذا الاعتداء الإسرائيلي أيضا في نفس الوقت؟ بالطبع بالطبع أخت لانا، هناك تناغم واضح جدا حتى ما بينها يعني الكيان الاحتلال الإسرائيلي وأردوغان. تصريح جيمس جيفري، الحقيقة جيمس جيفري أجرى حوارين مهمين قبل أيام مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وقبلها جرى حوار ما بين مستشار أردوغان أو ناطق باسمه إبراهيم كلن وجيمس جيفري، ما يسمى المجلس الأطلسي. وأنا قرأت اطلعت على نص ما دار من حوار. الولايات المتحدة ترى بأن استرجاع الدولة السورية لإدلب كما قال جيمس جيفري هو خطر استراتيجي، ويقولون بأن بقاء الجيش الاحتلال التركي هو أفضل لنا، وهذا يدل على تنسيق واضح وتناغم في المصالح بغض النظر عن الخلافات هنا أو هناك فيما يتعلق بشرق سوريا. وبالتالي الأمريكي واضح فيما يتعلق بهذا الشأن. أنا تقديري بأن الضغط الآن الذي يجري سياسيا وعسكريا وأمنيا، وأشرت قبل قليل إلى يعني الاستهدافات الإرهابية في محافظة درعا، وهذه أيضا بحاجة إلى إيجاد حلول لها، لأنه هي تمس هيبة الدولة وتمس أمن واستقرار. تناغم واضح بين الإرهاب وداعش، وبين ما يقوله الأمريكان، وبين سوريا والعراق ولبنان إن شئت. هناك تناول لهذا المحور الكامل. التناغم الإسرائيلي التركي واضح جدا سواء في تصريحات أردوغان أو في العدوان أو حالات العدوان الإسرائيلي التي تتم. نحن أمام، أعود وأقول، نحن أمام استخدام لكل الأدوات كما نلاحظ. يعني نحن نتحدث عن حرب اقتصادية، وهذه جزء صعب ولكن ممكن التعاطي معه، ولكن الحرب النفسية وحرب الشائعات التي انتشرت وسوف تستمر لن تتوقف حتى عام 2021، ولكن هي شرسة الآن، مولة بأموال كبيرة كما هو واضح من يعني مصادر المقالة التي تنشر من باريس إلى لندن إلى أماكن مختلفة، إلى مواقع إلكترونية، إلى حرب شائعات. روبرت فورد السفير الأمريكي كتب مقالا في الحياة، الآن لديهم مادة ليتاجرون بها، إضافة إلى حرب الاستخبارات والحرب الإرهابية والضغط التركي الإسرائيلي. هذا كله سيتناغم مع بعض البعض. وطبعا الضغط على عناصر محور المقاومة أو قوى محور المقاومة، على حزب الله كما نلاحظ في لبنان، في العراق هناك مسرح آخر، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأننا نواجه عاما خطيرا وصعبا ما بعد كورونا. ولذلك مواجهته ليست فقط مطلوب تفعيل طاقات السورية. نعود إلى حديثنا الأول وكلام الرئيس بشار الأسد، نحن بحاجة إلى مسؤوليات عالية، حساسية عالية. هذه لحظات تاريخية، لأننا إذا لم
نقم بواجبنا على أكمل وجه. نحن نخون دماء الشهداء اختلانا، آلاف الشهداء السوريين ومن حزب الله، نحن نخون دماءهم ونخون الجرحى الذين يعني دفعوا ثمنا باهظا، نخون كل هؤلاء من أجل هذه الحالة أو تلك من الفساد. ولكن علينا أن نكون على قدر المسؤولية. أنا أتحدث عن عام حساس جدا واضح من بدايته، وعليه دكتور عبد الولايات المتحدة دكتور عبد الله كل الأدوات المباحة وغير المباحة، لم يعود يخجلون يعني. وعليه الآن في هذا العام لن نرى إقدام أكثر ميداني، ربما مطلوب أكثر الصمود في المواقع التي تم تحقيقها أو الوصول إليها. يعني هنا أسأل بشكل أساسي عن معركة إدلب. هلا معركة إدلب كما ترين حتى الآن هناك تعويل لروسيا على أن ينفذ الأتراك تعهداتهم، ما يطلب منهم تعهداتهم، وهذا يحتاج إلى صبر كما صبرنا 9 أشهر في اتفاق سوتشي. سنعطي الوقت الكافي، لكن في النهاية أنا لا أرى مخرجا إلا ب يعني استعادة. لكن الأمريكان كما قال جيمس جيفري هم يريدون المماطلة في الوقت، لأنهم يعرفون أن انتهاء معركة إدلب هي البوابة، يعني في أحد أحاديث الرئيس أسد قال هي البوابة لشرق سوريا، ولذلك هم يعززون أيضا قدراتهم فيما يتعلق بشرق سوريا. لكن إذا لاحظت أن جيمس جيفري عرض ما يمكن أن نسميه صفقة، أنه نحن على استعداد للانسحاب مع الأتراك وكل الأطراف، طبعا مقابل ما يسمونه هم انسحاب إيراني وانسحاب قوى المقاومة. بالطبع هم يساومون على هذه القضية، لكن ما هو الثمن السياسي أيضا لم يقل جيم جيفري ما هو المطلوب. إذا نحن في معركة تفاوض. الثمن السياسي خروج الرئيس الأسد من الحكم، أليس كذلك؟ تماما، فهذا يحتاج إلى صبر. حلولنا هو التمسك والوقوف خلف الرئيس بشار الأسد بوضوح وبصلابة، وهذا الأمر لن يتزعزع بالرغم من كل حرب الشائعات والحمل الإعلامي، هذا جانب. الجانب الآخر أداء حكومي أفضل في سوريا، بمعنى أن يكون دينامية أقوى وأن نكون على الأرض وأن نكون مخلصين في أدائنا. والنقطة الثالثة هي إيجاد الحلول الإبداعية وليست الحلول الكلاسيكية. الرئيس الأسد قال نحن ما نزال نتعاطى، وهذا كان كلام واضح من أهم النقاط، ما نزال نتعاطى بعقلية الخمسينات والستينات والسبعينات. إذا المطلوب حلول أخرى، وأنا أعتقد أن المرحلة القادمة يفترض أن تشهد يعني تغيير، وأنا أقول التغيير اختلانا ليست في الأشخاص، الأشخاص ليسوا مهمين بقدر ما هو التغيير في منهج التفكير وفي أدوات وفي وسائل العمل والآلية. السؤال الأخير دكتور أبو عبد الله، روسيا أين تقف من كل ذلك، من الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، من تمادي أردوغان أيضا في موضوع التهديد في الشمال، من الأمريكيين وما يريدونه أيضا في علاقتها مع رئيس الأسد، أين تقف روسيا؟ هلا في المواقف الروسية أنا أعتقد يجب أن نميز بين جزئين. هناك تيارات في روسيا بالطبع رأينا بعض يعني آرائها ما نشر في روسيا، وهذا بالتأكيد ليس يعني بهذه البساطة التي أعتقدها، لكن العلاقة بين دمشق وموسكو ليست علاقة تمر عبر المواقع الإلكترونية وعبر الصحف وعبر مقال من هنا أو من هناك. الأقنية مفتوحة اقتلانا الأمنية والسياسية والعسكرية، وبالطبع لا يعني أن موسكو هي حليف وداعم لسوريا في معركتها ضد الإرهاب أن تتطابق في كل ما يطرحه الروس بالطبع، وروسيا بالتأكيد تدرك ذلك، وهي تتعاطى يجب أن تتعاطى باحترام مع السيادة السورية ومع رأي السوري، في نهاية الشعب السوري هو الذي يقرر، وأنا أعتقد هذا الأمر واضح لدى الكرملين وجواب الكرملين على هذه حرب الشائعات. لكن في نهاية روسيا عندما تتعاطى برأي بعض الأطراف في موسكو بأن الأمر سيسير باتجاه تسويات، والتسويات تقتضي من السورية من الحكومة السورية ومن الرئيس بشار تقديم تنازلات معينة. ما هي حجم هذه التنازلات؟ كيف ينظر لها الروس عندما يقولون مشاركة معارضة؟ أنا أسأل أي معارضة التي نتحدث عنها؟ من هي هذه المعارضة السياسية التي نتحدث عنها؟ أي دستور نتحدث عنه؟ أيضا هذا سؤال آخر. هذه أسئلة مطروحة وبالتالي هي مجال تفاوض بين الروس والأمريكان. الروس ليسوا منقطعين كما قال جيمس جيفري، هم يتواصلون بشكل دائم، لكن أنا أعتقد أن موسكو تؤمن بقضية أساسية هي تحترم السيادة السورية، والقضية ليست قضية اقتصادية فمصالح الروس مؤمنة في سوريا، لكن القضية أي مستقبل لسوريا ننظر إليه، هذا من جانب. والجانب الآخر نحن نريد دولة مركزية، بالعكس عصر ما بعد كورونا يحتاج إلى دولة مركزية قوية، ويحتاج بالتأكيد إلى تغييرات
وإلى إصلاحات، ولكن ليس بالشكل الذي يتصوره البعض بأن تبقى سوريا دولة دكتور مريضة أو ضعيفة، وهذا لن يقبله أي سوري على الإطلاق. نعم. بما فيه الرئيس بشار. نختم مع درعا. في وضع خطير الآن في درعا بعد الاستهداف لرجال الأمن السوريين بعد قتلهم، في وضع خطير في هذه المحافظة أساسا لم يكن الوضع فيها ممتازا بعد تحريرها وكل ذلك، بس الآن الوضع أخطر؟ لا، هو في بروز العمل الإرهابي، وهذه الشبكات طبعا ليس خطير بحد إلى أنه هي أحداث أبدية، ولكن طبعا خطيرة عندما يغتال ويقتل يستشهد 9 من عناصر الشرطة، هذا تحدي لسلطة الدولة والحكومة من جهة، وهناك اغتيال لمجموعة من الضباط. هذه شبكات تحركها حقيقة أيادي إسرائيلية، ومعروف أن هذه المجموعات ترتبط بغرف عمليات إسرائيلية. الحديث أيضا حتى من المعلومات بأنهم سيحركون هذه المنطقة الجنوبية. للأسف أن نمط المصالحة الذي أقامه كان للروس دور فيه يمكن القول عنه أنه فاشل برأيي الشخصي، لأنه أبقى سلاح كل المصالحات التي أجريناها والتسويات كانت ناجحة في سوريا باستثناء هذه المصالحة. هؤلاء طالما السلاح بيدهم وما يزالون يتحركون بحرية، وفي بعض المناطق أنا أعتقد على أنه لابد من إيجاد حلول والتعاطي. يعني بعد درعا سيكون هناك طلب من موسكو بتغيير طريقة التعاطي في موضوع ملف المصالحة. يعني هم المسؤولين كانوا عن هذه المصالحة وهم يرعون بعض هذه الجماعات، على الأقل يعرفون، وبالتالي لا يمكن ترك هذه الجماعات بهذا الشكل. نعم. لأنه هذه المنطقة مهم أن تستقر. هؤلاء في النهاية يعملون أعتقد لدى الإسرائيلي لمنع ما يسمونه وجودا للمقاومة في المنطقة الجنوب السوري. نعم. هؤلاء عملاء ومرتزقة كغيرهم. شكرا. ولذلك الأمر له أبعاد أخرى، ولكن أنا أعتقد لا يمكن السكوت والبقاء، يعني حتى الدولة السورية لا يمكن أن تسكت عن استبار هذه الجماعات الإرهابية. حتى أهالي محافظة درعا أنا أعتقد أنهم سيتعاطون مع هؤلاء المجرمين. هؤلاء مجرمين وقتلة. نعم. ولا ينطبق عليهم أي صفة أخرى. شكرا جزيلا لك دكتور بسام أبو عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية. شكرا. في جامعة دمشق، على انضمامك لنا في المشهدية. وصلنا إلى مطبخ الميادين، واليوم سنذهب إلى طبق سوري شهي للغاية، هو فتة المكدوس. فتة المكدوس هو وصفة تبرع زميلتنا ديما نصيف بإعدادها، والليلة ستشاركنا عناصر هذه الوصفة الشهية في إعداد الطبق من داخل مطبخها. فإلى ديما وفتة المكدوس. مرحبا مشهدية، أهلا وسهلا. طبختنا اليوم هي فتة مكدوس، هي أكلة شامية مكوناتها أغلبها من خضار الموسم، فيها الباذنجان، البندورة، طبعا البصل كمان اللي منقليه مع البندورة بالبداية، فيها لبن، طحينة. قد تبدو يعني خليط العناصر اللي بتتكون منها هي الطبخة شوي غريب، ولكن لما بتنطبخ أو حتى لما بتتاكل ببين قديش الطعمة متجانسة وطيبة كتير. طبعا أول شيء رح نبدأ بتقلية البصل. بدنا نحط بصلة تقريبا، في ناس بتحب البصل يكون كتير وفي ناس بتحب يكون البصل قليل. أنا حطيت تقريبا، لأني عم بعمل الطبخة تقريبا لشخصين، فحطيت بصلتين صغار بهذا لحتى يعني بلش قلي البصل. بنحط معها تقريبا كاسة صغيرة زيت نباتي. لا
غالبا الناس بهذا الموسم، لانه ببلش موسم البندوره وموسم الباذنجان، فاغلب الناس بتحب تطبخها. وانا اخترت طبخه يعني غير انها هي اكله دمشقيه، طبخه يعني تقريبا بتراعي الظرف الاقتصادي بشكل عام. يعني هذا الشكل من الاكل اللي بيعتمد اول شيء على يعني خضار الموسم، هو تقريبا بيحاول يراعي قدر الامكان الحاله الاقتصاديه هلا للناس اللي صار الوضع يعني شوي صعب. نحن عم ننطر انه تستوي البندوره والبصل، ممكن نبلش نحضر لبقيه الخطوات اللي لها علاقه بالطبخه او بقيه التفاصيل. بنحط تقريبا كاسه لبن تقريبا مع طحينه، نحط معها الثوم، صارت تقريبا متماسكه القوام تبعيتها. هلا بنبلش بقى نحط الباذنجان. باذنجان مثل ما قلنا اللي كنا حفرناه وحشيناه لحمه، نرجع نسكر، ياخذوا شويه وقت هن عم يتشربوا نكهه البندوره والبصل. حطينا الخبز بأسفل الجات، منحاول أكثر شيء البندورة اللي نبلش فيها نحن عم نحطها على الخبز لحتى يبلش يطرى. بس نخلص صلصة اللبن مع الطحينة والثوم اللي حضرناها، منبلش نحطها على الوجه. طبعا أنا التحدي إجاني من مايا رزق، تحدثني إني بقدر أعمل الطبخة أو لا، وأنا بالمقابل بنقل التحدي لريحان يونان. هيك صارت أكلة الفتة المقدوس جاهزة وصحة وهنا. والله شو هالتحديات، اهم شيء تحدوا بعضكم ما حدا يوجه صوبه بموضوع الاكل. كثير الوصفه سهله، انا رح بوعدك انه جربها ديما واعطيك رايي بهذه المقادير. الان سنذهب الى ايضا فقرتنا الرمضانيه الاخرى، هي كيف نصنع بالمنزل ادوات للديكور. اليوم سنستخدم الصوف لنصنع قاعده للاواني والزجاجيات، فكره سهله جدا ننفذها في منازلنا. مشاهدينا يعلمنا إياها مهندس الديكور جورج أبو شبكي. سهلة، سريعة، مفيدة. ثلاث كلمات لنصنع قطعة ديكور من الغراض القديمة الموجودة عندنا بالبيت. جاهزين؟ اليوم رح نشتغل بالصوف، رح أعلمكم كيف بطريقة كتير هينة فينا نحول كبكوب الصوف لكوسترز فينا نحط عليهم الكبايات والجوت.
مشهدنا الدرامي ليلى يخرج قليلا من المشهد الرمضاني، بس لا يخرج من السياق العام لما شهدناه في رمضان هذا العام، رمضان 2020، حيث برزت الدراما التطبيعية. التطبيع في أقصى وجوهه مشاهدينا يبرز في داخل الأراضي 48. تخيل أنت فنان مثلا، ممثل، مخرج، تعيش في بيئة تتحكم إسرائيل وشركات إنتاجها في الإنتاج الفني. عليك تحديد خياراتك، إما أن تدخل في اللعبة وتقبل بها كما حصل مع بعض فناني الداخل في مسلسل فوضى الإسرائيلي على نتفليكس، أو حتى في مشاريع أخرى مولتها إسرائيل، أو أن تختار الطريق الأصعب، أي أن ترفض كل ذلك وتنطلق في مسار خاص صعب للغاية. في زمن التطبيع وجدنا أن نضيء على تجارب فنانين فلسطينيين في أراضي 48 رفضوا الخيار الأسهل، ومنهم ضيفتنا الفنانة المسرحية فاتن خوري التي تنضم إلينا الآن. مساء الخير وأهلا بك سيدة فاتن. مساء الخير. اليوم بدنا نحكي عن التطبيع الذي يحدث أو الخيارات الفنية بالإجمال، خصوصا أنا هذه الخيارات لم تعد حكرا عليكم أنتم، يعني مشاركة في أعمال ممولة إسرائيلية أو لا. في جدل عاصف حول الفكر العربي بشكل عام، كيف يتعامل مع وجود إسرائيل ولا وجود إسرائيل، وبالتالي أيضا كيف تصاغ القصص لتدخل إلى عمق الدماغ العربي، دماغ الإنسان العربي الذي يشاهد في منزله. بتلاقي اليوم بهيدا رمضان في شيء جديد عم بيصير، شيء خطر بخوفك أنت كفاتن خوري كممثلة؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. اولا طبعا يعني اللي موجود اليوم على الساحه عندنا كمجتمع عربي بشكل عام وفلسطيني وبالعالم كله بمنتهى الخطوره. اكيد بالنهايه يعني كيف دائما بنقول الفن هو مراه الشعوب، وهو مراه شو بيصير معنا احنا كشعوب. وللاسف احنا في مرحله مفصليه بكل شعوبنا العربية، وكشعب فلسطيني بمرحلة هالقد حساسة وخطرة. وهذا مش إشي جديد، إحنا كنا على مدار سنين طويلة بمراحل كتير حساسة وخطرة ومفصلية، ولكن بهاي الفترة عم نكون بمراحل فعلا اللي هي مصرية لإلنا، وبتزامن بهذا الوقت إنه يكون في أعمال اللي تشتغل عليها دولة الاحتلال، لإنه توجه تحسن صورتها وتحسن شكلها قدام العالم. وللأسف هذا الإشي عم بوصل للعالم، عم بوصل للعالم العربي، وعم بيصفي فيه هناك تزوير، بديش أقول تشويه، هي أكتر تزوير. لما بكون أنا صاحب حق وعندي قصة وعندي قضية عاتلة، فأنا إنسان عندي قضية اللي أنا صاحب حق فيها، ولكن عم بيصير هنا عم تنقلب الآية وعم بيصير تزوير لكل الحقائق، لأنه فعلا تزوير بعدة مجالات وبعدة أعمال، وخصوصا بالفن. لما إحنا بنحكي بالفن من خلال المسرح، الموسيقى، كل الفنون الجميلة، وخصوصا لما بنحكي عن السينما والتلفزيون، لأنه كيف حضرتك تفضلت السينما والتلفزيون هو بدخل على بيتي. أنا لما أروح أحضر المسرح أنا بدفع تذكرة وبروح على المسرح، خياري أشوف هذا العرض أو لا، ولكن لما أنا بحضر بالتلفزيون أو ممكن توصلني بعض الأفلام عبر الإنترنت، أنا بتوصل لبيتي، لعندي، لعائلتي، لأولادي، لإخوتي. والفن هو بحاكي بالنهاية العقل والروح، وفيه مشاهدة، فيه تأثيرات اللي هي بتأثر علينا إحنا فنياً ونفسياً، الموسيقى، اللي كل أشكال التمثيل، الأداء. هذا بالنسبة للمتلقي سيدة فاتن، إيجابي أو سلبي. صحيح. هذا بالنسبة للمتلقي. بالنسبة لكم أنتم بالمقلب الآخر، يعني أنتم في صناعة الفن، في صناعة الدراما، في صناعة الموسيقى، يعني بتحدث عن فنانين بشكل عام في المجالات الإبداعية. ب 48 فعلا في تحدي كبير أمامكم، مغريات لكي تقولوا لا للتطبيع؟ يعني أنا بديش أسميها مغريات، لأنه التطبيع هي ولا مرة بكون فيها مغريات، هي أكتر خلينا نقول هو بضربوا على الوتر الحساس. إنه إحنا عنا كفنانين فلسطينيين في 48 بالذات، أكيد فيش مجالات بفلسطين بشكل عام، المجال ضيق والإمكانيات محدودة،
فبالتالي بصفي هون عندنا أكثر بال 48 إحنا كمان الإمكانيات محدودة أكثر والمجالات بتكون أقل، فبصفي بتوجه للفنان بأنه أنت بدك تعيش، أنت بدك مصدر رزق، أنت كمان من ناحية تانية أنت بدك كفنان بدك تظهر، بدك كل فنان بحب أنه يظهر ويكون له أعمال سينمائية تلفزيونية مسرحية أو أي شكل آخر من الأعمال الفنية. فبالتالي بيصفي في هناك سيناريو إنه خلص لازم تتأقلم، لازم تعيش مع هذا الواقع. ممكن إنه يكون يعني في إقناع أحيانا إنه هذا ما بيأثر عليك بشكل شخصي أو ما بيأثر على قصتك أو على قضيتك، فهي بتصير خلينا نقول بالعامية بمسكوا من الإيد الواحد اللي بتوجعه. السؤال هنا بيصفي قديش أنا عندي وضوح ورؤية واضحة، وأنا كفنان مفروض كل الفنانين يعرفوا قديش حساسية الفن، قديه ممكن يكون له تأثير رائع وقديه ممكن يكون له إيجابي وقديه ممكن يكون له تأثير خطير جدا. صحيح. وممكن يزور الحقائق. فوضى الذي يعني يسوق له بشكل كبير على نتفليكس، هذا المسلسل الإسرائيلي فيه مشاركة من بعض فنانين 48 العرب الفلسطينيين، أنت ضد هذا المسلسل وعبرتي عن رأيك بشكل واضح، أخبرينا عن عناصر هذا المسلسل الخطيرة على القضية، على الحق، على الحقيقة الفلسطينية. صحيح، أنا عبرت بعدة أشكال عن رفضي لهذا المسلسل ورفضي لكمان قبول إنه نقبل إنه يكون في عنا مشاركات عربية وفلسطينية بهذا المسلسل ويكون هذا الإشي عادي، لأنه هو مش عادي. فلذلك أنا عدة مرات أنا كتبت رسائل لعدة ناس وتوجهت لعدة ناس، وكان عنوان هذا الرسالة هل أصبح التطبيع هو وجهة نظر؟ وهل أصبح إنه هاي مجرد بس مساحة شخصية وجهة نظري، وأنا إذا بدي أعمل يعني بدي أشترك بهذا العمل أو لا؟ هل أصبح بس بهاي المساحة ولا في له أبعاد خطرة كتير أكتر؟ للأسف الشديد نعم في ممثلين فلسطينيين اللي اشتركوا بهذا العمل لأسباب مختلفة. طبعا دولة إسرائيل دولة الاحتلال هي بدها تعمل هاي الأعمال. خطورة هذا العمل بكون بعدة نواحي، وفي لنا عدة زملاء كتبوا بحث وكتبوا دراسات عن هذا المسلسل، مش بس هذا المسلسل، كل الأعمال اللي هي بتسوق وبتحسن وجه إسرائيل. هذا العمل بشكل خاص مثلا هو بيحكي عن المستعربين، وهو في له المواسم الثلاثة، السيزن حاليا هو في السيزن الثالث يعرض، ويعرض على نتفليكس، وللأسف في له مشاهدة كبيرة بالعالم كله يعني. وخاصة بمنطقتنا بالمناسبة، يعني المشاهدة العالية تتركز في لبنان سوريا والأردن يعني. نعم للأسف الشديد، وهذا أنا لما قرأته صراحة ما عرفتش إيش تفسيره يعني. حشرية يمكن الواحد لما يشاهد هو مش بالضرورة يوافق، هاي كمان جانب، ولكن فبعرفش قديش كمان نسبة المشاهد هي بتعبر عن موافقة هيك أعمال. ولكن هذا المسلسل هو بيحكي عن مستعربين اللي هن بيكونوا بمناطق مختلفة من مناطق الضفة وغزة، وخطورة الموضوع إنه أحد ممثلين هذا المسلسل واللي كمان كتبوا أو ساعدوا بكتابة أو هات نقول بصناعة هذا المسلسل هو حقيقة من المستعربين يعني في الحياة اليومية، فهن شخصيتين فعلا بيحكوا تجربتهم الخاصة وبيبينوا إنسانية المستعرب وبيبينوا أنه قديش بمرق بظروف صعبة. هو وحدة المستعربين، بس نقول أنه هذه وحدة إسرائيلية يعني لخرق المجتمع العربي وتدميره. صحيح. يعني في لها وظائف فعلا مدمرة، بس بالمسلسل تصير تتعاطف معهم من دون ما تشعر، يعني المشاهد بحس أنه عم يتعاطف مع هذه الفئة. بالمسلسل بتصيري انت عمليا مش فقط تعاطف، بتصيري انت تشوفي انه يمكن انا كحدا مواطن امريكي عايش بامريكا او باوروبا بشوف انه في هاي المنطقه فيها صراع، هدول الجانبين عم بتصارعوا بين قوسين عم بتخانقوا، فلازم نهدي الاطراف، انه كل واحد عنده سلبياته وعنده ايجابياته، بس في قوى متساويه عم بتصارعوا، والحقيقه طبعا هي مش هيك، الحقيقه في احتلال. فيعني حتى الوصف الصراع الفلسطيني الصراع الاسرائيلي الفلسطيني هو وصف
للأسف كتير يعني ببينش الحقيقة، لأنه هون في عنا إحنا احتلال أكتر منه صراع. نعم. فالمسلسل بأنسن المستعربين وبعطيهم دوافع لإيش اللي بيعملوه، وبروح للجانب الفلسطيني اللي كمان ببينه طبعاً مش بالصورة اللي هي حقيقة حقيقية. نعم. فالمسلسل كتير خطر وعم بكون في له ترويج، ولكن مش بس هذا المسلسل هو الخطر، كل حالة الأعمال الإسرائيلية اللي عم بتكون بتركز على تحسين صورتها بشكل مستمر. نعم. وكمان يمكن عم بتبين إنه إحنا هنا كمكان اللي في عنا كمان ممثلين بين عرب وبين يهود عم بيمثلوا مع بعض، في تعايش في مساواة. تمام. بتظهر طبعاً إشي اللي هو مش واقع. بالمناسبة يعني موضوع نتفليكس بشكل عام، يعني نحن نذكر جيداً عندما أتى القيمين على نتفليكس إلى إسرائيل اجتمعوا مع نتنياهو، كان في اتفاق على الترويج لأعمال إسرائيلية على شبكة نتفليكس، يعني الموضوع واضح صريح ما فيه أبدا شيء مخبى. ومثلا زيادة على ذلك، مثلا ممكن نعطي مثلا على مسلسل اسمه أن أورثودوكس على نتفليكس، أيضا يدخل في عمق مجتمع في نيويورك، مجتمع الألترا أورثودوكس، يعني هم مجموعة من الحريدين، بس أيضا يصور مجتمعهم بطريقة جدا سيئة، وهم بالمناسبة ضد إسرائيل يعني، فهذا أيضا مسلسل يعني يتحدث عن ذلك، يعني يصورهم بطريقة أيضا يعني يدخل إلى عمق قيمهم الإنسانية لكي يبرر وجود إسرائيل. في كل يعني في كل الأحوال فاتن، نحن نريد أن نتحدث أيضا عن تجربتك اللي هي تجربة مضيئة، نشاهد بعض من مقاطع من مسرحيات قدمتها تتحدث عن القضية، فيها الكثير من الوطنية، في الكثير من الثبات، وضوح الرؤية، هذا التعبير المهم الذي أتى على لسانك قبل قليل، نشاهد. هذا البيت فيه قصص وحكايات كتيري احنا شفناها على مر السنين والعصور، كنا دايما واقفين هون وشاهدين على هاي القصص والحكايات مدروسين بهذا المكان. بهذا البيت كانت تتجمع العيلة، تتجمع الأفراح وتونس بعض الأفراح، كانوا يجوا وقت الحصاد والسدون ويحتفلوا بالغدا سوا، والبيت يشعشع فرح وتنور منه المحبة. غرفة واحدة صغيرة بتيجي هون بالنص. احنا بيتنا كان غرفتين كبار. بالعيد نروح نعايد على عمومتي وعلى قرايبنا. مرامية ولا تنسى الزعتر. والبنت قالت لميها. عاودوا يشردوا ويعاودوا يشردوا اليهود يروحوا يطخوا عليهم. قلنا بنلتحق بالمخيمات. وهيك صارت الهجرة. فاتن، بعد هذه التجربة الطويلة في المسرح، كيف صمتتي؟ هذا السؤال الأخير الحشري. اللي حابلنا نعرف جوابه. يعني سؤال صحيح صراحة، كيف صمت أنا، وكيف كتير كمان من غيري من ممثلين وفنانين اللي هن كمان في أكبر مني جيلا وأكثر خبرة. يعني سؤال صعب، كيف الواحد بيقدر يصمد مع كل التحديات اللي أنت ذكرتيها كمان بالبداية، ومع كل الرغبة كمان إحنا بني آدمين وبدنا نحقق ذاتنا وبدنا نتقدم وبدنا نقدم فن وبدنا نوصل للناس وبدنا نسمع صوتنا. كمان الفنان عنده صوت وبده يسمعه وبده يوصله لكل الناس. فكتير صعب بصراحة إنه أكون كفلسطينية عايشة في فلسطين في مناطق 48، وأنا طبعاً يعني جزء من المسرحيات اللي شفتيها هي كانت كمان إلي أعمال كتير في مناطق رام الله وبيت لحم ومناطق مختلفة بفلسطين، فأنا يعني تنقلت بعدة أماكن، فكان اللي يكون في صعوبة كتير كبيرة بإنه أولاً الإمكانيات كتير قليلة، وفي يعني فيش هذا الكم من الإنتاجات والإمكانيات، وبسبب إنه كمان إحنا طبعاً التواصلنا مع يمكن بالعالم العربي وتنقلنا كمان في محدود أكتر، فهاي من ناحية. ومن ناحية تانية كمان
في صعوبة إن أنا بدي أختار، أنا كل وقت أتحدى حالي وبدي أي إشي بدي أي عمل بده يجي لإلي بدي أعرف شو مصدره، شو هو أهدافه، ليش، كيف بدي، يعني ما في هاي البراءة إني أنا بس هقول أفوت بهذا العمل وخلص، لا بدي أعرف أنا كمان يعني هذا من مين ممول، هذا مش بس يمكن من جهة إسرائيلية، من أي جهات اللي هي يعني بدها يكون في إلها هدف خاص. فأحياناً بقولوا بين قوسين يمكن واحد حامل السلم بالعرض، أنا بقولهن هو السلم عريض، إحنا مش حاملينه بالعرض، فإحنا للأسف يعني الوضع إحنا اللي عايشين فيه مش وضع هوين حتى إحنا نقول نقدر نشتكي بأي عمل. أتمنى دائماً أن تبقوا بهذا الثبات فاتن، ونحن نقدر كثيراً هذا الثبات عند الكثير من الفنانين، يعني مش كثير فنانين صاروا قليل بهذا الزمن اللي بعدهم يعني متمسكين بهذه القيم ومتمسكين بحقهم وبأصولهم وبفلسطين بشكل عام، يعني بهذه القضية. شكرا جزيلا لك فاتن خوري ممثلة المسرح الفلسطينية، كنت معنا من الناصرة، شكرا لك. مشاهدينا الآن سنذهب إلى موضوع آخر عن شخصية يحبها العالم أجمع، هي سندباد. أصول سندباد أصله تشغل راهناً العراقيين بعدما اكتشفوا أغنية تعود إلى عام 2018 للفنان الكويتي نبيل شعيل. هذه الأغنية تتغنى بأصول سندباد باعتبارها خليجية. هذا الأمر دفع العراقيين إلى استنكار الأمر على مواقع التواصل، وسنتحدث أولاً يعني عن الأغنية، عن أصول سندباد قليلاً، نرجع بالتاريخ إلى الوراء مع ضيفنا دكتور علي النشمي وهو الباحث والمؤرخ الموسوعي معنا من بغداد. مساء الخير دكتور، وأهلا بك معنا في المشهدية. مساء النور، مرحبا أهلا سيدتي. دكتور، يعني بحسب اطلاعك خبرنا، سندباد عراقي أو كويتي؟ لا طبعا، هذه نكتة. بغداد عندما كانت عاصمة الدنيا والزمان في الفترة العباسية كانت ملتقى لكل أدباء وشعراء وكتاب العالم، لأنه إذا كان هنالك كاتب في قرية في أوزبكستان ماذا يفعل في أوزبكستان؟ يأتي إلى بغداد، وبالتالي تجمع تراث العالم في بغداد وكان تراثا شفاهيا. ولذلك جاءت لدينا قصص من الهند ومن السند ومن أوزبكستان وطاجكستان ومن الصين، وبالتالي كتبت في بغداد وأخذت طابعا إسلاميا بغداديا وظهرت ما يسمى بألف ليلة وليلة. فهي شخصية أخذت شكلها العراقي رغم أنها هي شخصية هندية، مثل ما شخصية قهرمانات شخصية أوزبكستانية صارت كهرمانة، مثل ما شخصية ست الحسن اللي هي هيسين الصينية. وبالتالي هي هذه حتوتات أو حكايات لقرى صغيرة في آسيا جاءت إلى بغداد، تحولت إلى دراما وتحولت إلى أدب على يد الأدباء الذين كانوا موجودين في بغداد وكتبت في بغداد. فما دخل الكويت وما دخل العراق؟ هذا السطو الآن يبدو نحن العراق للأسف مولد وصاحب غايب على قول الأخوة المصريين، وبالتالي كما هنالك سطو على الحدود وكما هنالك لدرجة أنه قعدت سنتين على الأغنية، يعني بال 2018 أنتجت، يعني هالقد كان في غياب عن هذه الأغنية. شو رأيك دكتور قبل ما أسألك تحديدا عن ما تسميه أنت سطو، أن نشاهد مقطع الذي أثار السخط من أغنية الفنان الكويتي نبيل شعيل؟ سندباد كان بحارا خليجيا عظيما من هنا، والذين اشتركوا في رحلة الأحلام هم أولادنا، والمجاديف التي شقت جبال الموت كانت من هنا، كانت من هنا، كانت من هنا، كانت من هنا. إذن سندباد هو بحار خليجي ومن هنا، لماذا هذا الكلام برأيك؟ يعني شو الهدف؟ لا طبعا هي هذه الآن ممنهجة سيدتي الفاضلة. الآن هنالك دول مراهقة جديدة، هذه الدول الآن حست بزهو كبير جدا وسيطرت على الحاضر بسبب دعم خارجي وقوى كبرى، نفط كثير، إمكانيات كثيرة، دعم خارجي كثير، وبالتالي أصبحت تحس بالزهو. هذه الدول المراهقة على مدى التاريخ تحاول أن تملك الماضي وتحاول أن تبني إلى المستقبل، وبالتالي
هذه الدول الآن في الخليج أو في السعودية أو في غيرها بدأ الآن هنالك منذ سنتين سلسلة من البرامج تعيد كل شيء. يعني مثلا الآن هنالك برنامج في قناة في السعودية تقول بأن اللغة الأولى كانت هي ثمودية قبل السومرية والحضارة الأولى غيرها، وأيضا في الإمارات هنالك قناة تقول بأن الأهرامات إماراتية وفي عمان كذلك. والآن على نهج نفس النهج ظهر الأخوة الكويتون، الآن ينظرون إلى حالهم بسبب الترف وبسبب الدعم النفسي والعسكري من قبل قوى أخرى بسبب الظرف الصراع في الشرق الأوسط، وبالتالي يحاولون أن يسيطروا على ذلك الماضي وذلك الإرث الذي يتغنى به الآخرين. بس دكتور يعني هذه سبب قوة العراقيين. ألا تعتقد أنه في شوي مبالغة بما تقوله على اعتبار أنه نحن أبناء منطقة واحدة، يعني شبه الجزيرة العربية وبغداد وكلها منطقة واحدة، يعني الأصول متداخلة، يعني كل الشعوب متداخلة، العادات متداخلة، الدين يعني كله متداخل فيما بينه، فما المشكلة إذا يعني ما سمي سندباد خليجيا مثلا، يعني خليج الخليج العربي بشكل عام؟ سيدتي بالعكس ما تقوله هو عكس ما أقصده أنا، أن يكون هنالك تسخير ومحاولة تجيير قضية معينة لجانب معين وإخفال الجانب الرئيسي الموجود عندها، لا هذه ليست وحدة. بالعكس عندما نعود إلى بغداد، بغداد التي كانت تلف الدنيا وتلف العرب وهي اللغة العربية وهي كل التشريع الإسلامي كان فيها، بالعكس هذا شيء جميل، ولكن عندما تبتسر من بغداد شيئا وتنسبه إلى تسمية معينة هذا معناها تفقد الأصل. الوحدة والتوحد لا يعني أنك تفقد الأصل لكي تظهر الفرع، الحقيقة هذه لها أبعاد سياسية. يعني القضية لو كانت بعيدة عن هذا التوجه فليكن أوكي، هو سندباد عراقي وعربي ويتغنى به الكل، ولكن هو الأغنية تقول كان من هنا خليجيا، بما أن الآن هذا المصطلح يعني جانبا سياسيا له جنب سياسية معينة، وبالتالي سيسقط على البلد الذي فقد هذه التسمية اعتبارات أخرى. ولذلك أنا مع الوحدة، مع أن نقول بغداد كانت عربية وبغداد كانت تشمل الدنيا كلها، ولكن هذا ابتسار. الحقيقة أنا أقصد هنالك مخطط، هنالك توجه الآن لدى كثير من الدول العربية في محاولة أو في خصوصا في الدول الخليجية في محاولة السيطرة على التاريخ وإظهار بأنهم أصحاب حضارة والآخرين عفوا ليسوا حضارة، وبالتالي أنا أقصد هذا الابتسار وتجيرها إلى جهة وترك الأصل. لو كانوا أشركوا هي بغداد كانت من هنا وبغداد هي الخليج أوكي جميل، ولكن هذا ابتسار. شكرا جزيلا لك دكتور علي النشمي على كل هذا التوضيح، الباحث المؤرخ الموسوعي كنت معنا من العاصمة العراقية من بغداد. مشاهدينا بعد قليل على الميادين سوف تتابعون حلقة جديدة من حارس القدس، المسلسل الذي نعرضه لكم في هذا الشهر الفضيل يحكي سيرة المطران إلاريون كابوشي. ماذا سنترقب في هذه الحلقة؟ نشاهد بعض المشاهد. كان اسمعتكم تقول إن الله وعد اليهود بهذه الأرض. نعم. هذا افتراء على الله وما له موجود في الكتاب المقدس. أنتوا كيف بتسكتوا على هذا الوضع الخطير؟ كيف تحول البيت وصار استديو تصوير؟ قلت له طبعاً إني التقي بالرئيس جمال عبد الناصر. يعني بدك تقول لي إنه جولدا مائير وإسحاق شاميع إني أحفاد إسحاق؟ حارس القدس بعد قليل على الميادين. المشهدية انتهت لهذه الليلة، شكرا لمتابعتكم لنا دائما مشاهدينا، ونتواصل معكم عبر السوشيال ميديا على الفيسبوك تويتر وإنستغرام، وإلى اللقاء.